مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحييكم اطيب واجمل وارقى التحيه لمشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه اينما كنتم وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبه وهذه الحلقه الجديده المتجدده من برنامج نقطه على السطر فاحياكم الله احبتي المشاهدين والمتابعين اينما كنتم في ربوع وطننا الحبيب يتعرض بلدنا اليوم شان الكثير من بلدان العالم الى انتشار وباء كورونا المستجد الذي اصاب الكثير من المواطنين وبمختلف اعمارهم واظهرت تجارب عده دول امكانيه احتواء هذا الوباء الفتاك ودحره وانقاذ ارواح ملايين البشر من شره وخطورته. خليات الازمه المشكله في كل محافظه من محافظات العراق اقدمت على عدد من الاجراءات السليمه وكان لرجال قياده عمليات صلاح الدين الدور البارز والمهم والايجابي في تنفيذ قرارات خليه الازمه بحذافيرها. بهدف التصدي الشامل لمخاطر هذا الوباء ما يتطلب من الجميع تسخير امكانياتهم والعمل بيد واحده والتعاون التام مع الجهات المختصه لدرء خطر كورونا وايضا الصرامه في تنفيذ القرارات المعلنه دون اي تساهل بعيدا عن المجاملات والالتزام الدقيق بتوجيهات خليه الازمه ومنظمة الصحة العالمية للوقوف صدا منيعا بوجه فيروس كورونا أيضا الابتعاد كل البعد عن الإشاعات والأخبار المفبركة واعتماد المصادر الرسمية في تلقي المعلومة الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع أحبتي المشاهدين موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن دور قيادة عمليات صلاح الدين في التصدي لمخاطر فيروس كورونا ولكي نسلط الضوء بشكل اوسع عن تفاصيل هذا الموضوع يسعدنا بان يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى قائد عملية صلاح الدين فحياك الله سيادة اللواء أهل وهذا أهل لقاؤنا يتجدد بجنابكم الكريم من على شاشة قناة صلاح الدين أهلا وسهلا بكم أحمد وابي قناة صلاح الدين حقيقة اللي تواكب عملنا خاصة في هذه المرحلة وما قبلها في ايام الواجبات والمعارك. تحياتنا لك، وبدايه ايضا نحن نثمن الدور العظيم والايجابي الذي تبذلونه اليوم سياده اللواء ليل مع نهار من اجل خدمه المواطن ودرء مخاطر فيروس كورونا والارهاب بنفس الوقت ضمن أكيد. قاطع المسؤوليه. ان شاء الله. سياده اللواء انتم اليوم يعني كقياده عمليات صلاح الدين وأحصنوف الجيش العراقي الباسل. حدثنا سياده اللواء اليوم عن دوركم البطولي في مواجهه ازمه كورونا وانتم اليوم جزء اساسي من خليه الازمه المشكله بالامر الديواني 55 لسنه 2020 تفضل سياده اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم حقيقه في بدايه الازمه اللي اللي ضربت العالم م -م. تشكلت خليه الازمه ضمن بموجب الامر الديواني 55 لسنه 2020 نعم اولى المحافظات هي تقريبا محافظه صلاح الدين سيد المحافظ دعاني لغرض تشكيل هذه الخليه طيب وكانت الاجراءات مالتنا حقيقه يعني متقدمه عن كل باقي المحافظات لذلك سيطرنا على الوضع تم حضور جلسات المؤتمرات لخليه الازمه جميعها والالتزام بالقرارات اللي اتخذت من قبل خليه الازمه ومن ضمنها اللي هي توعيه الناس و آه فرض حظر التجوال مم. احنا اول ما بدينا حقيقه في حظر التجوال انه منعنا الاقضيه انه تتنقل ما بيناتها طيب. وبعدين صدر الامر الاخر انه آه تبقى المواطنين يبقون ضمن مناطق سكنهم وفي بيوتهم حظر شامل ولحد هذا اليوم بالنسبه طيب. آه احنا كقطعات عسكريه حقيقه بادرنا انه آه قبل انه يصدر امر السيد رئيس اركان الجيش المحترم طيب. آه بانه الجنود يبقون المجازين يتمتعون بجائزهم ضمن جي. مناطق سكنهم والملتحقين حاليا في الواجب يقوم بالواجب احنا اصدرنا لهذه الاوامر طيب. قبل انه هذه تحسبا انه المرض يصل الى مقاتلينا والى مناطقنا في محافظه يعني اتخذتوا الاجراءات الاحترازيه نعم، اللي تحد من مخاطر كورونا نعم كانت عندنا اجراءات طيب. استباقيه حقيقه لهذا الوباء جيد أه، سياده اليوم يعني كيف تصف لنا تجربه الجيش بالعمل المشترك مع الكوادر الصحية ضمن قاطع المسؤولية ونقدر نقول أنه هذه هي التجربة الأولى من نوعها آه. آه، تقومون بها كقيادة عملية آه. صلاح الدين بالتعاون مع الكوادر الصحية في درء مخاطر كورونا حقيقة إحنا عدنا تجربة سابقة أنا طيب. خدمت في قيادة عمليات بغداد م. فكانت عدنا دائماً نصير زيارات يعني سنوية طيب. فعدنا يعني سبق نظر من التنسيق والتعاون مع الأجهزة الطبية لذلك ما كان أكو عندنا أي عائق وخاصة تعاون دور دائرة صحة صلاح الدين والدكتور رائد حقيقة كان دورهم بارز جدا في إسناد القطعات وإرسال المفارز الطبية على وجه السرعة إلى السيطرات طيب. وفحص كافة الوافدين والخارجين من إذا هي صحيح. مو تجربتكم اليوم الأولى نعم أنا اللواء. شخصيا تجربتي سابقة لكن هنايا حاليا أول مرة هيصير عندنا حقيقة والوحدة لا. بإمرتها نعم أكيد, أكيد صحيح اللواء. تمام نعم. طيب يعني اليوم المسؤولية زادت على عاتقكم نعم. يعني تجمعون بين مهنتين من عندها تعزيز الأمن ضمن قاطع المسؤولية من جهة وأيضا الوقوف صد منيع ضد مخاطر كورونا من جهة أخرى جات الوقت كيف تستقرأ لنا معطيات ونتائج هذه المعركه الحساسه ما بين الارهاب وفيروس كورونا؟ احنا حقيقه الفيروس هذا هو اشد فتكا من الارهاب. احنا الارهاب في العراق منتهي حقيقه خلايا بسيطه وشراذم موجوده في قمم الجبال والمناطق المغموره حاليا بالمياه ومنطقه الزور ومنطقه الجزيره احنا متابعينها حقيقه وعندنا واجبات عليها قطاعاتنا العسكريه الجيش والشرطه والحشد الشعبي حقيقه قائمين بواجباتهم بصوره صحيحه بالنسبه لملاحقه عناصر داعش مم. وكذلك عندنا طيران الجيش والقوة الجويه بالتنسيق والتعاون مع قياده العمليات المشتركه والعسكر كان الجيش مم. تضرب لنا اهداف فعوضت عن التحالف حقيقه في في هذا المجال اتجهنا حقيقه ذبينا تقريبا 70 الى 80% من جهدنا حاليا على الوباء لغرض ايقاف <applause> انتشار ضمن محافظه صلاح الدين. <applause> يعني سياده اليوم هذه الازمه اللي يمر بها بلدنا العزيز وكل العالم بشكل عام يعني تحديدا في العراق وانتم اليوم كرجال عسكر وامن وجيش العراقي الباسل اثرت اليوم على جهودكم مخاطر فيروس كورونا في التصدي للارهاب. لا ابدا حقيقه قلت لك احنا الـ قيادتنا حقيقه تسندنا بالقوات الجويه العراقيه وطيران الجيش واضافه عندنا كذلك جهاز مكافحة الارهاب طيب. الفرقه القياده الثانيه دينا بدون واجبات مم. في المناطق الجبليه والمناطق الوعره مم. وكذلك قطعاتنا وعندنا اوامر عمليات تصدر لتنفيذ هاي الواجبات طيب. بنفس الوقت احنا واقفين وقفه رجل واحد حقيقه مع كل الاجهزه الامنيه والاداريه لمحافظه صلاح الدين لغرض درء خطر فيروس عندكم صعاب يعني معوقات تحديات لا لا ابدا اليوم في مسؤوليتكم الكبيره <applause> في بدايه الامر كانت يعني حقيقه بالسيطرات طيب. لكن المجتمع الثاني والثالث تلافينا كل هذه المشاكل مم. وحقيقه يعني صارت ثلاث ايام العمل جاري جدا يعني بشكل جيد جدا طيب. ضمن السيطرات ومنعنا كل دخول وخروج من المحافظه جيد سياده يمكن <applause> كله للتبرع بالدم قمتم بها كقياده عمليات صلاح الدين ولربما هذه يمكن المعلومه جديده على مواطننا ومشاهدنا الكريم. فيا حبذا انه تحدثنا عن معطيات هذا الموضوع. حقيقه هي حملات هذه المبادرات ولغرض اسناد الكادر الطبي واسناد مو فقط الجانب الصحي حتى الجانب طيب. البلدي. نحن حاليا عندنا شفرات و امسيه انضباط تشرف عليها طيب. بالتعاون والتنسيق مع شيوخ العشائر مم. الشيخ آه ثامر المحمدي والشيخ الباقين مم. طلعوا لنا اليات اكو آه تكرم اكو آه منطقه آه اوساخ وموازن من باتجاه منطقه البعيجي طيب. حاليا يقومون بطمرها لانه الصحه مم. العفو البلديه لحد الان تلحق مم. احنا اتجهنا خليناهم متجهين الى مركز القضاء وحاليا يشتغلون بها ضباطنا ومراتبنا بالتنسيق والتعامل مع آلي طيب. وعندنا حمله تبرع بالدم آه كبقيه الدوائر الخدميه لمحافظه صلاح الدين مم. لغرض اسناد إدارة صحة صلاح الدين بهذا الجانب وهذا مو بعيد عنه فترة معينة هذه المبادرة القيمة لا لا طبعا مستمرة مستمر مبادراتنا مستمر مستمرة قبلها احنا سوينا مساقات توعوية طيب لغرض توعية مواطنينا في جميع المحافظة حقيقة طيب جميع الأقضية ووزعناها بالسيطرات أنه هذه مخاطر مرض الكورونا ومخاطر التجمعات طيب. ال ال الشعبيه اللي داخل داخل هذه الاحياء فكل هذا وعدنا كذلك تسجيل صوتي مه. من وزاره الدفاع مديريه الاعلام والتوجيه المعنوي تم بث على كل مناطق المحافظه توعيهم انه يبقون في بيوتهم مه. حفاظا على سلامتهم. جيد سياده ايضا يعني بالمقابل كيف تقيمون اليوم دور رئيس خليه الازمه ومحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر؟ في مواجهة التحديات الراهنة وأنتم أيضا جزء من خلية الأزمة نعم حقيقة كان دور متميز وجيد جدا لأنه استبق الأمور وتم عقد خلية الأزمة وعدة لقاءات وعدة أوامر وكان حريص على أنه على تنفيذ المقررات المؤتمرات وعلى اتصال دائم معنا وإحنا نتصل به بأوقات متأخرة من الليل البارحة عندنا كانت حالة يعني اثنين من اهل العلم جايين من مصر كانوا يدرسون الماجستير طيب. احنا المعلومه وصلتنا حقيقه عن طريق جهاز الامن الوطني مه. فكل اجهزتنا الامنيه حقيقه هي مستنف. كلها مه. مستنفره وعلى اهبه الاستعداد جيد مما نزلوا بالمطار بغداد مه. تم فحصهم اكيد هناك بالمطار ودخلوا ومسكناهم في سيطره العوجه وتم ارسالهم الى المستشفى وفحصهم وطلعت حالتهم سالبه والحمد لله مه. لكن مع ذلك انه الامر اتصلنا بالسيد المحافظ حقيقة الساعة تقريبا من الثنتين من الليل أه. وديناهم لاهلهم وحجرناهم ودارت الصحة المستوصف الصحي في طيب. قضاء العلم متابعين طيب. حالتهم مع جهاز الامن الوطني جي. وكل اجهزتنا الامنيه هي متس... متعاونه معنا <applause> يعني آه الى اي مدى وصل اليوم حجم التعاون والتنسيق المشترك بينكم كقياده عملية صلاح الدين مع باقي القوات الامنيه آه سياده اللواء اقصد بها الشرطه والحشد والاستخبارات لو اليوم كل المجهود آه وقع على عاتقكم كما الدين يعني تابعون الأس... الاسعار المواد الغذائيه ايضا متابعه الحدود المنافذ لكم بص... يعني صولات بطوليه وعظيمه ضد الارهاب ام هناك يوم يعني تنسيق مباشر وعظيم مع القوات الامنيه الاخرى؟ مؤتمرات يوميا نعقدها مع كل قطاعاتنا وجزتنا الامنيه وامن الحشيد واخوان في محور حشد صلاح الدين البارحه كان عندنا مؤتمر وقبلها اول البارحه كان عندنا مؤتمر مع السيد المحافظ ضمن خليه الازمه كل ما نطلع من خليه الازمه نتابعها مؤتمر اخر لغرض تنفيذ هذه المقررات لذلك هسه شوف السيطرات مالتنا متعاونه بامر الضابط من الجيش او الشرطه امن الحشد قطعات الحشد الموجوده الجيش الشرطه افواج الطوارئ كلها الاجهزه الوكالات الامنيه كلها متواجده فكنا حقيقه صرنا يد واحده لغرض درء خطر الوباء من ان يدخل الى محافظه صلاح الدين. سياده اللواء هذه القرارات اللي اليوم قاعد تصدروها كخلية الأزمة نعم. على صعيد محافظة صلاح الدين. ما هي المصادر اللي تعتمدون عليها في إصدار هذه القرارات؟ منظمة الصحة العالمية، آه، وزارة الصحة، أم لكم يعني جولات ميدانية ومستمرة، ولجان متخصصة، وعلى ضوءها يتم إصدار هذه القرارات. حقيقة هي كل أمر يصدر نعم. من خلية الأزمة. يعني مم. مو إلا ضمن المؤتمر. عندنا سوينا جروب انه نتداول بهاي المواضيع جي. حقيقه مم. مع السيد المحافظ ومع باقي الاعضاء طيب. فكل امر يستجد راسا نتخذ اجراء به اليوم مثلا غلقنا جميع العبارات مم. اللي تعبر من كركوك باتجاهنا جي. غلقنا الطرق كلها يعني مم. اي حاله تستجد عندنا راسا مع السيد المحافظ رئيس الخليه مم. ويصدر الامر ونحن علينا مم. نطبق هذا الامر على جميع اجهزتنا ووكالات الامنيه طيب. الموارد البشريه اليوم اللي عندكم سياده اللواء والمعدات والتجهيزات هل تفي بالغرض؟ وهل توازي حجم الجهود اليوم اللي قاعد تقدموها في درء مخاطر فيروس كورونا عن محافظه صلاح؟ من الجانب الصحي حقيقه احنا على مستوانا احنا وزاره الدفاع دعمتنا نعم ببعض المواد المطهره وال الكمامات والكفوف طيب. وكذلك السيد المحافظ حقيقه كان دوره بارز جدا في هذا الاتجاه طيب. اسند كل القطعات الامنيه لغرض مم. الارتقاء بهذا الجانب جي. وكذلك دور صحه محافظه صلاح الدين مم. دكتور رعد كان دوره كذلك حقيقه متواصل معانا واي نقص يصير بمواد التطهير والتعقيم طيب. يسندنا بها وكذلك مم. دور الدفاع المدني الابطال حقيقه اللي اشتغلوا شغل ليل مع نهار جيد. لغرض تعقيم وتعفير كل مه. مناطق صلاح الدين، باقي مه. لهم اعداد احياء قليله حاليا بيجي راح ان شاء الله اليوم يكملون المناطق ويوم غد ان شاء الله ندرسهم الى احياء قضاء بيجي ان شاء الله يكملوها وكل مناطقنا حقيقه تقريبا تم تطهيرها. طيب سياده اللواء يعني اليوم الكوادر ورجال قياده عمليات صلاح الدين هل هم مدربون في التعامل مع الحالات الطارئه واقصد فيها الصحيه في الوقت الحالي. احنا حقيقه حاليا عندنا عناصر طبيه هذول اختصاص موجودين طيب. كعسكر طيب. موجودين في باب النظام ما يكفي هذا العدد لان احنا قياده مه. عمليات اعدادنا قليله جدا بالنسبه للكادر ما طالبتوا الحكومه الاتحاديه إحنا هذا قياس وحداتنا هذا ملاكاتنا طيب. لكن دار الصحه صلاح الدين اسندتنا بهذا الكوادر حاليا احنا عندنا يعملون في كل مم. سيطراتنا مم. كوادر طبيه مع عجلات الاسعاف طيب. وعلى مرشات التعقيم مم. اي عجله جيب مخضر تجيب وقود تجيب طيب. حنطه تجيب طحين مم. احنا نعقمها يلا تدخل اللي هي ضمن الاستثناءات بشكل يومي ومستمر بشكل يومي ومستمر على مدار, مدار 24 ساعه مم. كوادر الطبيه لصحة صلاح الدين طيب. بالتنسيق والتعاون مع قطعاتنا موجوده مم. حاليا في كل السيطرات، اضافه لهذا اسندوا الوحدات العسكريه بارسال مفارس طبيه لغرض تعقيم بعض المناطق الحساسه اللي ممكن يستخدمها مم. المقاتل. سياده اللواء بالنسبه للمراتب والجنود نعم. الذين هم ضمن امرتكم وضمن قاطع مسؤوليتكم سياده اللواء. مثل ما قلنا هناك ما بين المجازين نعم وما بين المتواجدين نعم. في الواجب. نعم. ما هو الاجراء الذي اتخذتموه سياده الواء للتعامل مع هذا الوضع، اذا كان هناك مثلا قله في الموارد البشريه. لا حقيقه احنا الموارد البشريه جدد لانه قطاعاتنا متكامله، مم. تسليحنا متكامل حاليا. طيب. الامر السيد رئيس اركان الجيش المحترم وبقيه قوات البريه اللي صدر انه مم. المقاتلين اللي متمتعين حاليا بالاجازه طيب. يبقون في بيوتهم مم. لغايه 31/3 طيب. باقي المقاتلين يبقون هنا بالواجبات. مم. ضمن فترة حضانة الفيروس طيب. يلتحقون إن شاء الله واحد وثلاثين ثلاثة المقاتل اللي كانوا طيب. مجازين طيب. ويبدأ العمل بنظام خمسين بالمئة نسبة القطاعات طيب. ومع ذلك إنه هذا العدد ما لنا كافي طيب. تنزل وجبة ثانية خمسة عشر يوم يصير طيب. دوام الجنود الموظفين والجنود والضباط والقادة 15 يوم 15 يوم إجازة طيب ذول اللي راح يجون سيادة اللواء نعم. تنتهي إجازتهم ويباشرون خلينا نقول من بداية نيسان كيف راح تتعاملون معاهم أين سيتم فحصهم نعم. سيادة اللواء حتى يقدرون يلتحقون بواجباتهم ويؤدون الأمور والمهام اللي مكلفين بها هذه كلها حقيقة وزارة الدفاع ولكن الجيش ما خلت شيء ما ذكرت لنا اياه طيب احنا بالتعاون والتنسيق تليق محافظه صلاح الدين قياده عمليات سامر وصلاح الدين مه. بالتعاون والتنسيق مع قياده عمليات سامر الاخ الوارق عماد آه وبتوجيه آه يعني السيد سكان الجيش طيب. تم انتخاب منطقه تقريبا 6 دونم آه قرب سيطره الشيخ ابراهيم اللي هي مدخل الجنوب لمحافظه صلاح الدين مه. يوم 31 3 آه راح ان شاء الله تتجمع بها كل المقاتلين المجازين مه. الجيش والشرطه والحشد و الموظفين آه راح نجمعهم والسيد المحافظ حقيقه اسندها بعشر كرفانات ومولد وكوادر صحيه طيب راح يتم فحص هذا المقاتلين مهم الملتحقين ونعطيهم اوراق انه هذا سالم وتم فحصه جيد اللي يكون به شك وباء موجوده عندنا كوادر صحيه وكرفانات خاصه بها طيب راح نحولهم الى المستشفيات ويرحون الى المستشفى المقاتلين ما راح يصعدون بعجلاتهم راح يجون لوحداتهم أه. كذلك اخذنا أه. مناطق قرب الوحدات جيد. امر الوحده وعناصر الطبابه أه. راح يفحصون هذول المقاتلين ونتاكد انه سالمين من هذا الوباء أه. وندخلهم الى وحداتهم أه. وتتجمع القطعات وثاني يوم تنزل الوجبه أه. الثانيه تروح الى اهلهم. أه حملات التعفير سياده الوباء اللي اجريته يعني قمتم بها داخل قياده عمليه صلاح الدين لتعقيم المؤسسات والمراكز والغرف وما شابه ذلك منذ متى وانتم تعملون على هذا الموضوع المهم احنا حقيقه في بدايه الازمه ما كان ذاك الاهتمام 100% لكن لما عقدت خليه الازمه واتخذنا القرارات صدرنا الاوامر ب اتخاذ كافه الاجراءات مم. الطبيه والصحيه اللي توجهت بها خليه الازمه على صحه صلاح الدين واسندونا بعض المواد انت شنو هذه المواد سياده مواد تعقيم كمامات و... كفوف طيب. مواد تعقيم اجهزه رش المبيدات كفتكم اليوم سياده اللواء نعم كفت وقلت لك سياده المحافظ اسندنا اسندنا بهذه المواد طيب. اسناد جيد جدا وحاليا قطاعاتنا كلهم عندهم مرشات وعندهم آه كفوف وأجهزة فحص مه. أغلبها احنا اشتريناها من السوق لأنه مه. ما كانت متواجدة حقيقة في إدارة الصحة طيب فاشتريناها من الأسواق حاليا كل وحداتنا عندهم أجهزة فحص كفوف ومواد تعفير وتعقيم مه. لمنام المقاتلين المرافق الصحية مكاتب كل مرافق الوحدة مه. بالنسبة لقيادة عمليات صلاح الدين إضافة للتعفير مالنا جانا الدفاع المدني, المدني. طيب. كان دورهم مشكور حقيقة نعم. ومتميز في تعفير كل مرافق الوحدة. <applause> سيادة اللواء أنتم اليوم مثل ما قلت أحد المؤسسات نعم. المهمة في خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين ومثل ما قلت أصدرتم قرارات مهمة وإيجابية تصب في مصلحة المواطن. أهمها موضوع حظر التجوال وهو حديث الشارع والساعه سيادة اللواء. هل واجهتم تحدي حقيقي أو ضغط خلال تطبيق هذا الإجراء؟ حقيقة هي بالبداية واجهنا تحدي لكن التحدي مو كبير عندنا يعني كان معنا سادس اسماعيل النائب الاول لمحافظه صلاح الدين كانوا ويانا بكل جولاتنا اللي شفنا بها كل اقضيتنا اللي ضمن قياده عمل صلاح الدين طيب. كان الـ القضاء المتميز أه. في تطبيق حظر التجوال مم. اول يوم مم. وقضاء الدور حقيقه كانوا ملتزمين التزام جيد جدا طيب. الدفاع المدن عفر المنطقه كلها صح انه قضاء الدور صغير لكن مم. كانوا ملتزمين جميعا بحضر التجوال و مش بالمئة من الملتزمين اليوم حاليا تقريبا احنا 95% من الناس ملتزمه في كل اقضيتنا قضاء الشرقات قضاء العلم تكريت كان في البدايه كان عندنا تلكؤ في قضاء البيجي لكن زرناهم ثاني يوم واتخذنا اجراءات وكان تدري كان اكو امطار والشوارع مم. فايضه طيب. فالناس ما قدرت تطلع على المحلات مالتها مم. مم. وتبيع لهم خضر فكانوا على الشارع وكان اكو نوع من الخلل لكن ثاني يوم عالجناه والحمد لله حاليا كل مناطقنا ملتزمين يعني احنا البارحه زرنا احد الفواتح طيب ما كان اكو في فالتجمع مجرد سلام يقعد يعني شغلات بسيطه طيب ومتفهمين الحاله والحمد لله وشكر انه هذا اتى من وعي مواطنينا في هذه المناطق حقيقه تعاونهم مع جميع الأجهزة الأمنية والإدارية في تنفيذ حظر التجوال طيب. لغرض سلامتهم من هذا يعني اليوم ما أثرت عليك سيادة اللواء خواطر البعض من المواطنين أثناء تطبيق حضرة التجوال يعني كل من يعرف اليوم سيادة اللواء أدق على موبايلة وأنتخي وبلكت عندي خاطر يمه وأخذ منه رخصة على مود أتجول أثناء حظر التجوال التجوال وده الصيد هي هواي لا لا الصيد يخابرون على حالات طارئه احنا ابدا معهم مم. يعني البارحه حاله وفاه طيب. في قضاء الشرقات تحملنا مسؤوليتهم مم. وعبرناهم على الجسر اللي بعد ما كامل مم. ووديناهم الى المستشفى والى المدفن وانتهت الحالات الطارئه ابدا احنا مع الحالات الطارئه والحالات الانسانيه ما ابدا نساعد مقاتلين المواطنين العفو طيب. لكن بالجانب الاخر اكو مواطنين يقولون احنا نشكركم على هذا حظر التجوال مم. و ####ابقوا على هذا حظر التجوال واهم شيء سلامتنا... والمسؤولية الأكبر واقعة على عاتقكم اليوم نعم، كقيادة عمليات... أكيد طبعا لأن نحن ننفذ هاي الأوامر م -م. نعم جي. وكل هاي الأوامر هي لغرض سلامة... كل مواطننا في المحافظة، م. لأنه هذا الوباء هو عدو خفي حقيقة، من يصل للمواطنين، ما راح نقدر نسيطر عليه وتدري امكانياتنا الطبية والصحية ليست بالمستوى المطلوب والحمد لله الله حافظنا اليوم وحافظ محافظة نعم صلاح الدين وابناء المحافظة نعم واصبحت المحافظة الوحيدة الخالية من نعم وباء نعم كورونا وان شاء الله تظل خالية من هذا إن شاء الوباء الخطير. نعم ان شاء الله. راح اكمل مع جنابك سيادة اللواء يعني المحاور والاسئلة ولكن بعد هذا الفاصل. نعم اذا احبتي المشاهدين نذهب بفاصل قصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة من برنامج برنامج نقطة على السطر

الى جميع العراقيين الاحبه، وزاره الدفاع تناشدكم وتوجه اليكم هذا النداء. ابناء شعبنا العراقي الاصيل، لانكم اهل للمسؤوليه الوطنيه والقانونيه. نناشدكم بالتعاون مع القوات الامنيه والكوادر الصحيه لتطويق هذا الوباء الخطير والانتصار عليه. وسلاحكم الفتاك الذي يخشاه هذا الوباء وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى والامتثال التام للأوامر والإرشادات الأمنية والصحية والقانونية واتباع طرق الوقاية المعلنة تجنبا للإصابة وحفاظا على سلامة الجميع ويبقى تنفيذكم لأوامر وقرارات الجهات المختصة هو دليل وعيكم الوطني الكبير وحرصكم على تجاوز هذه المحنه بسلام ان شاء الله مع تحيات مديريه الاعلام والتوجيه المعنوي في وزاره الدفاع حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام والمحور الثاني من هذه الحلقه وضيف حلقتنا لهذا اليوم اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى قائد عمليه صلاح الدين فحياك الله من جديد حياك الله خلي نبقى في موضوع حضرة تجوال وهذا القرار المهم م. الذي اتخذتموه كخلية الأزمة في محافظة صلاح الدين سيادة هل واجهتم اليوم خروقات أمنية خلال عملية تطبيق حضرة التجوال؟ ضمن قاطع المسؤوليه في محافظه صلاح الدين. بدايه الامر كان اكو خروقات يعني كان اكو عدم التزام لكن لما انعقد المؤتمر الثاني لخيط الازمه وتم مم. تحديد طيب. الاشخاص المسموح أن يتحركون مم. التزمت كل الاجهزه الامنيه طيب والتزمت كل الاجهزه الاداريه بهذا الامر. <applause> وحقيقة مواطنينا كذلك التزموا بتنفيذ حضرة التجوال <applause> فحاليا ما عندنا أي مشكلة يعني التمستم الحضرة. اليوم تعاون حقيقي وملموس ومنموس سيادة اللواء من أجل حقيقي. تطبيق قرارات خلية الأزمة ليس فقط فيما يخص يعني حظر التجوال حتى الالتزام بالاسعار وعدم ارتفاع المواد نعم. الغذائيه وما شابه ذلك احنا زرنا على المخضر والمحلات وعندنا الاقتصادية عم تحسين دي تابع الحقيقه الاسعار المواطنين حقيقه انا التقيت بهم واليوم الاسعار كلش جديدة. اسعار كلش بسيطه ودي يعني ارباح كلش قليله بالنسبه لاهل العلاوي وهذا م. دور مميز الهم مم. وتجار محافظه صلاح الدين وبالتحديد تكريت مم. كان دورهم مميز حقيقه والكل ملتزمين بالتسعيره طيب ولا توجد هناك اي غلاء في المواد. نفس الوقت المواطن ايضا قلق سياده اللواء، مم. يعني يقول منافذ المحافظه اصبحت مغلقه ومعزوله عن المحافظات الاخرى، لو نفذت كميات المواد الغذائيه والخضار في الاسواق التجاريه والمحال وما شابه ذلك، هل سيتم تامينها يعني على الفور؟ بالمواد الغذائيه على مود لا تسبب لي ازمه اليوم للمواطن. احنا بالنسبه للحجرات الوقود من تين من تدخل طيب وتخرج بعد التعفير طبعا والتعقيم عندنا الحنطه لأغراض الطحين الرز كلها هذا تدخل مم. المواد الغذائيه كلها دا تدخل طيب. المخضر دا يدخل صح عندنا مثلا طريق التكريت باتجاه الكركوك طيب. هذا مغلق مم. لكن المواد ننقلها من السيطره الى سيطره يعني من عجله الى عجله مم. ونعفرها وتدخل عجلاتنا مم. اللي معفره ومفروصه يعني خلالها. هاي رساله اطمئنا اطمئنان لمواطننا اللي يسمعنا المواد الغذائيه تدخل ان شاء الله والمخضر يدخل طيب. اللحوم البيض الدجاج مم. هذا كله راح ندخله حتى اذا خارج التسعيره مم. او تاشيره وزاره الزراعه مم. احنا لانه كل حاليا حدود العراق كلها مغلقه طيب. فيجينا اغلبها من اقليم كردستان او من كركوك او من نينوى او من المحافظات الجنوبيه ندخل هاي المواد الغذائيه اذا سيتم جديد. تامين يعني نعم. جميع الاسواق والمحال التجاريه بجميع ما يحتاجه المواطن حتى وان طالت فتره تمديد الحظر وفتره ده. العطله الاستثنائيه اللي احنا بها حاليا صحيح نعم حتى الواقع. السيد المحافظ وعدنا انه راح يوزعون حصه اضافيه بالنسبه للبطاقه التموينيه جيد بالمخازن وزاره التجاره كلام جميل، سياده اللواء على ماذا تعتمد اليوم يعني تطبيق قرارات خليه الازمه؟ الصرامه في التنفيذ ام بثقافه ووعي المواطن؟ وايد واحده ما تصفق اليوم ابدا الحالتين احنا الصرامه في التنفيذ طيب وتبقى الحالات الانسانيه والمواد المسموح بها تدخل و تقابلها ثقافه مواطنينا في الالتزام بحظر التجوال وعدم الاختلاط بس أكل البعض للاسف والقله القليله لا يلتزمون بقرارات خليه الازمه وفيما يخص حظر التجوال أكوة أكوة وكانما يعني عفوا على المقاطعه يعني فاهمين حظر التجوال بشكل عكسي احنا قلنا لهم وفهمناهم وبكل لقاءاتنا مع المواطنين مم. بالشارع باللقاءات معهم الجانب الاخرى هذه مو عقوبه طيب. هذا هو حفاظا عليهم مم. والاغلبيه هم متفهمين هذه الوضعيه وقلت مم. لك سبق قلت لك انه الناس قالوا لنا احنا نشكركم جدا على هذا الحظر التجوال حتى لو تمددونه لفتره اطول لغرض عدم ايصال وصول هذا الوباء الى المحافظه فاغلب الناس يعني متفهمين هاي الحاله وجاي عن ثقافتهم وعن درايه وعن فهم لمخاطر هذا المرض وقناه صلاح الدين وسامره والقناه العراقيه وكل القنوات تثقف على مخاطر هذا الوباء وكذلك المؤتمرات واللجان اللي تطلع من دار الصحه صلاح الدين طيب وقياده صلاح الدين والاعلانات اللي بنسويها والباسترات هذه كلها لغرض تثقيف المواطنين على طيب. البقاء في البيت مم. وعدم الاختلاط لغرض تفادي هذا الفيروس وعدم وصوله الى محاولة عقوبه من يخالف اليوم قرارات خليه الازمه فيما يخص خرق حظر التجوال، التلاعب باسعار المواد الغذائيه في الوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل بيد واحده من اجل تجاوز هذه الازمه، فخلي يعرف مواطننا الكريم اللي يخرق قرارات خلية الأزمة ما هي عقوبة تأسيات ال القرار بالنسبة للعجلات غرامة من ألف دينار مم. للمرة الأولى والمرة الثانية أكثر وحجز العجلة هذه اختصاص طيب. دارة المرور بالنسبة للمواد الغذائية وزيادة الأسعار مم. عندنا دارة الجريمة الاقتصادية عميد تحسين الرجل تابع هذه الحالة وبالتعاون والتنسيق مع خلية الأزمة بالنسبة للأشخاص ما ما صار عندنا يعني حد الآن حقيقة إلا كلها ضمن الاستثناءات حيث. وضمن المسموح بحركة الأشخاص سيادة اللواء يعني قبل حظر التجوال في بدايته تم صرف يعني باجات من قبل خليه الأزمة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين والكوادر الصحية وما شابه ذلك هل واجهتم موضوع استغلال هذه الباجات للأغراض؟ الشخصية خلال هذه الفترة لا هي بالبداية إحنا حقيقة السيد المحافظ رئيس القنية أصدر هاي الباجات للإعلاميين ودائرة الصحة كل كوادر دائرة الصحة صلاح الدين طيب. حتى دول بدون باجات اصلا لانه كل كوادر وزاره الصحه ودار الصحه هي في خدمه المواطنين وفي خدمه القوات المسلحه ويعملون معنا جنب الى جنب واحنا ننفذ اوامرهم طيب احنا كل قوات المسلحه هي تنفذ اوامر دار الصحه ووزاره الصحه العراقيه لغرض درء هذا الخطر الاستثناءات ما صار بها شيء انه طيب. كلها توزعت واحنا حاليا دت بعد عفنا الباجات هسه احنا تصدر قرارات على بال... التليفون قرارات خليه الازمه مم. رئيس الخليه راسا يمر مثلا اليوم قطعنا العبارات طيب اليوم نسمح لمرور عجلات ال... الحمل اللي حامله مال الحصه التموينيه طيب. ما ممكن نقطعها مم. فتصدر راسا ما, ما يحتاج لها بعد باجات مو بعض السيطرات عذرا على المقاطعه سياده اللواء لربما تكون فيها اجتهادات شخصيه يعني ما يخلي الاعلامي اليوم او الصحفي رغم ما يعني يحمل هذا الاعلامي او الصحفي يعني هويه المؤسسه الاعلاميه اللي يعمل بها لكن مرات تكون هناك اجتهادات شخصيه بعد مرور هؤلاء الصحفيين انحاز المرات آه آه لا لا مقاتلين حقيقه طيب. وكل قطعات اللي موجوده وللقوات الامنيه طيب. اللي آه حرصهم الزايد مم. لتنفيذ الاوامر بصرامه طيب. يمنع كل شيء لكن مم. احنا باتصالاتنا حقيقه مع كل السيطرات مم. و مسؤولي السيطرات وصدرنا أوامر طيب. طبعا هاي الأوامر جتنا من قيادة العمليات المشتركة جيب. تشكيل لجان على كل سيطراتنا ومنافذنا بالنسبه لمحافظه صلاح الدين شنو مهم هذه اللجان؟ عندنا سيطره العوجه وسيطره الشرقات م. وسيطره جسر العلم وسيطره الخليفه هذه السيطرات الرئيسيه لمداخل قاطع قياده حملة صلاح الدين طيب. يشرفون على السيطره ويشرفون م. على الناس اللي راح يدخلون اللي هم ضمن الاستثناءات م. غير هذا ما يجوز احنا نعم. شفنا الكتاب اللي صدر من عندكم سياده اللواء فيما يخص قياده حملة صلاح الدين تسهيل مهمه الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الصحيه لكن بعض السيطرات تقول أنا أريد بهذا الكتاب أسماء الصحفيين صحيح. اللي مخولين بأداء مهامهم اليوم الإعلامية ضمن قاطع المسؤولية فما هو ردكم على هذا الكلام؟ إحنا كل الإعلاميين اللي هم حق التنقل ونقل الحقائق وتثقيف الناس مم. واجراء اللقاءات مع المواطنين طيب. والمقاطعات الامنيه مم. ومن هذا المنبر حقيقه نبلغ جميع سيطراتنا انه مم. الكوادر الاعلاميه لي اللي تحمل لل... المواد نعم. نعم هذول مسموح لهم بالحركه مم. لانه اصلا هم مفحوصين وكاملين طيب. واحنا اصلا هي محافظتنا مغلقه حاليا مم. فكل مقاتلينا ومواطنينا واعلامينا ودوائرنا هي سالمه ان شاء الله فلهم الحق انه يتنقلون هذول ضمن الاستثناء طيب. لكن حفاظا على المواطنين الباقين هم قاعدين في بيوتهم وهذا لاجل هل وضعتم خطا ساخنا سياده اللواء للتعامل مع الحالات الطارئه بمختلف انواعها نعم. ضمن قاطع مسؤوليتكم وتحديدا في الوقت الحالي؟ نعم حقيقه المستشفيات الحجر الموجوده حاليا م -م. اللي, اللي تم تخصيصها من قبل خلية الازمه طيب. والدكتور رائد مدينه على صحه صلاح الدين اللي هي مستشفى موجودة في حي القادسيه طيب. وكذلك في قطع عملية سامره مم. اي حاله نشتغل بها نوديها هناك نعم وانتم فحص والحمد لله أن الاسره موجوده وكامله مم. والكادر الطبي كامل اضافه لهذا صدر امر السيد وزير الصحه البارحه طيب. يوم امس السيد المحافظ انه راح تنشئ مستشفى خاصه ضمن محافظه صلاح الدين كلام جميل فالاجراءات اكيد هي شوي تتاخر لكن مم. اهم شيء نبدا بالعمل <applause> سياده الوالي اليوم اكو موضوع هو اخطر من الارهاب واخطر من فيروس كورونا وهو موضوع الاشاعه واطلاق الاخبار المفبركه في المفبركه في مجتمعنا اليوم وما شاء الله يا مكثرها وهناك الكثير من يصطادون بالماء العكر وتحديدا في الوقت الحالي ما هو دوركم كقياده عمليه صلاح الدين في مواجهه الاشاعه واخبار المخبركة وما هي عقوبه من يروج للاشاعات اليوم؟ احنا حقيقه المؤتمر الاخير اللي قبل يوم نقد لخليه الازمه مم. تم التطرق لهذا الموضوع أو طيب. وتم تكليف جهاز الامن الوطني الاخ ابو محمود بمتابعه كل من ي... كل شخص مم. يبث دعايه ويلفق الاخبار مم. انه يعتقل ويحال الى المحاكم بالجرائم الخاصه في هذا الموضوع. احنا اليوم نشوف نعم. كل من عنده فيسبوك موقع فيسبوك نعم. ل... يعني البعض منهم نعم. قر يعني قلق وارق للمجتمع والناس نعم. والمشاهد يقول اكو اليوم اصابه صارت هنا واصابه صارت هناك ومسبب لي اليوم بلبلة في المجتمع بأخبار عارية عن الصحة يعني تدري الناس اللي تربصون بين الدوائر موجودين هواية لكن احنا ان شاء الله لهم بالمرصاد وعندنا القنوات الإعلامية وعندنا دور إعلام محافظة صلاح الدين وقيادة عملاء صلاح الدين مم. ووكالاتنا الأمنية دي يتابعون هذا الأمر نفند هذا الأمر احنا ونلقي القبض عليه حقيقة يحال إلى لا. القضاء لأنه هذه جرائم خاصه في مه. هذا الموضوع مه. ما ممكن نتهاون معه مه. كلام جميل سياده اللواء خلي شويه ايضا نصلت الضوء على مهامكم البطوليه اليوم مه. وجهودكم ضد المجاميع الارهابيه ضمن قاطع المسؤوليه فما هي اخر هذه الجهود التي قمتم بها اليوم احنا عمليات قياده عملية صلاح الدين حقيقه مستمره بتنفيذ العمليات اضافه الى انه نقوم بدرء خطر الفيروس لكن عندنا العمليات العسكريه ممكن انه نتركها وداعش احنا اعدادهم كلش قليله في طيب مناطق نائيه عندنا عمليات في جزيره صلاح الدين الحدود الفاصله مع قياده عمليات الجزيره ونينوى طيب وكذلك عندنا عمليات في منطقه جبل حمرين باسناد قياده القوات الجويه وطيران جيش الابطال حقيقه قبل يومين تم ضرب اهداف وقتل سته في منطقه جبل حمرين عملياتنا مستمره على داعش وما ممكن انه نتركه وممكن انه يوصل الى مناطقنا ان شاء الله. كلام جميل، سياده اللواء يعني اسباب اليوم الخروقات الامنيه ايضا يسال المواطن. هناك ايضا بعض الخروقات الامنيه التي تحدث بين فتره واخرى. مؤخرا في منطقه الاسحاقي وادت الى استشهاد امر فوجه طوارئ الخامس برزان المجمعي رحمه آه الله بعد اشتباك مع ثله من المجاميع الارهابيه. يعني بدايه ما هي اسباب هذه الخروقات الامنيه سياده اللواء؟ الحقيقه البارحه احنا المكان هو قاط ضمن قياده عمليات سامراء طيب. وليس عمليات صلاح الدين طيب. لكن قياده عمليات سامراء والقطعات الويه حقيقه جادين على القضاء عليهم مه. منطقه بساتين ومنطقه مه. بزول مه. وزور كان بالليل راقبوهم بالكاميرات طوقوا المكان والاندفاع امر الفوج البطل طيب. حقيقه عقيد برزان بطل كان من ابطال الشرطة صلاح الدين مم. كان يتقدم الصفوف فتدري الارهابيين كانوا اثنين متواجدين طيب قتلوهم واثناء الاشتباك معهم استشهد مم. عقيد مرزان خصوصا يوم المجاميع الارهابيه قاعده تستغل الظرف الراهن نعم هم اعداد قليله جدا هم اثنين فقتلوهم مم. لكن كانت انه تضحياتنا مم. عقيد مرزان الله يرحمه هناك معلومات بانكم القيتم القبض على شبكه ارهابيه في منطقه تل الذهب سياده اللواء مم. هل هذا الكلام صحيح وما هي طبيعة هذه المهمة؟ الشبكة الإرهابية نعم تم إلقاء عليهم نعم. أربعة أشخاص وتم حالتهم إلى القضاء نعم قبل جهاز الأمن الوطني كلام جميل كيف اليوم وجدتم دور قناة صلاح الدين الفضائية معكم خلال هذه الفترة فيما يخص مواجهة الإرهاب وتغطية جهودكم العظيمة واليوم في خلية الأزمة الصفحة الأولى اللي هي قتال داعش والعناصر الإرهابية دور قناة صلاح الدين حقيقة مميز وجدي بنقل الحقائق ونقل نتائج قيادة عملية صلاح الدين والقطاعات من الحق بها طيب. لغرض للرأي العام والعراقي وفي هذه المرحلة اللي احنا نحارب حقيقة حاليا فيروس كورونا كان دورهم أكثر من مميز لانه لقاءاتهم مع المقاتلين والمواطنين مم. طيب ونقل الصور الصحيحه عن حظر التجوال طيب غلاء الاسعار مم. اي حاله تحدث راسا تطلع مم. في القناه واحنا حقيقه نشكرهم جدا على هذا الدور مم. هم دورهم ساند للقطاعات وهذا دور الواجب خليلين. اليوم نقدمه لجنابكم نعم. كقوات نعم. امنيه ولمواطننا الكريم ومع اصحاب القرار والجهات المعنيه في درء مخاطر الارهاب ومخاطر فيروس كورونا. حكي. سياده اللواء يعني ما هي رسالتكم كقائد عمليات صلاح الدين الى المواطنين من ابناء المحافظه فيما يخص الجانب الامني والجانب الصحي بنفس الوقت. حقيقه قياده عمليات صلاح الدين <applause> تطمئن مواطنينا في محافظه صلاح الدين <applause> بمقاطعه العمليات الوضع الامني جيد جدا عملياتنا مستمره لملاحقة فلول وجرذان داعش في الصحراء وفي الجبال بالجانب الاخر احنا نطمئنهم انه المرض ان شاء الله وبجهودهم طبعا مم. ما يدخل الى هذه المناطق ونشكرهم بنفس الوقت على التنسيق والتعاون مم. مع الاجهزه الامنيه والوكالات الاستخباريه طيب. والدوائر الخدميه مم. وكذلك نشكرهم على آه عدم رفع الاسعار نشكرهم على حملات التطوع اللي الشباب الابطال اللي قاموا بها آه بشكل طوعي حقيقه واشتروا المواد التعقيم والتعفير والمرشات وعقموا محلاتهم ومناطقهم طيب فهذا هو الدور الايجابي والإنساني لمقاتلينا و ومواطنينا الابطال حقيقة في هذه ايضا المواطنين مقاتلين اليوم طبعا هو هذا لا يختلف اليوم على القوات الامنيه هسه قاتل الوباء مقاتل مواطن مم. رئيس دائره كنا نقاتل دا حقيقه وباء وندرا انه ما يوصل الى محافظتنا فنشكرهم على هذا التنسيق والتعاون ونشكر كل العشائر حقيقه طيب. اللي التقينا بهم مم. اللي ما قاموا مجالس عزاء مم. واللي ساعدونا في توعية مواطنينا بأنه ما يقومون بهاي الشعار حقيقة لأنه تدري أغلب المناطق عشائرية ومناطق عادة وتقاليد, وتقاليد, و... وتقاليد طيب. نروح لهم قسم يقولون نحن ما يقدر يوصلنا دا كورونا م -م. فبعدين قنعناهم الوقاية خير من ألف علاج أبدا فنشكرهم جدا ونقدم طيب لهم التحية طيب. على آه هذه التنسيق والتعاون. وإيضا نحن بدورنا كصحفيين وإعلاميين وسلطة رابعة وكقناة صلاح الدين الفضائية ومثل ما قلت اليوم الكادر كله مستنفر معكم ومع جميع الجهات الأمنية والصحية والأكاديمية والخدمية من أجل الحفاظ على محافظة صلاح الدين وأن نجعل هذه المحافظة هي انموذج حقيقي لباقي إن المحافظات العراقية اللواء أركون عبد المحسن حاتم موسى قائد وعملياء صلاح الدين كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم شكرا وشكرا جزيلا لجنابكم جزيلا الكريم أشكركم على الحضور وهذا التعب اللي كل الصحفيين والمراسلين اللي رافقونا بكل المناطق حقيقة مناطق من الجزيرة رحنا الى مناطق شمر والى مناطق اخرى بعيده والى الشرقاط والى الجانب الايسر والى فرقة 14 <applause> فيرافقونا وهذا دور مميز بالنسبه لهم. وتحياتنا لجنابكم الكريم مارك ايضا سياده اللواء. شكرا لكم والشكر السلام. موصول لكم ايضا احبتي المشاهدين على حسن المتابعه، كما يمكنكم مشاهده هذه الحلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناه صلاح الدين الفضائيه والاستماع الى هذه الحلقه عبر اثير اذاعه صلاح الدين اف ام عبر الموجه 91.2. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم أحمد صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته